السلام عليكم. في بعض الطلبة المتحمسة اللي شافت أول فيديو نزل على القناة شرح للفصل أو الدرس الأول بدأت تشوف سؤال وحاسة إنها مش فاهماه، فإحنا هنعمل في الفيديو ده السؤال بس وهنحاول نشرحه بالتفصيل بحيث إنه يكون مفهوم. طيب السؤال ده منين؟ الناس اللي كانت بتسأل السؤال ده منين؟ السؤال ده من مذكرة شرح، بس هي للفصل الأول بس، مذكرة كتاب الدليل ده شرح للفصل الأول بس، ودي كانت موجودة من السنة اللي فاتت وسعرها حوالي 65 جنيه. طيب المذكرة دي بتحتوي على تفاصيل كده للشرح، ودي أنا بستخدمها في شرح الفصل الأول. لو تلاحظوا هتلاقوا الكلام ده أنا حاولت إن أنا أستخدمه في الشرح. وبعدين فيها أسئلة محلولة، فيها أسئلة محلولة زي السؤال اللي احنا هنحله النهاردة، وفيها أسئلة للتفكير بس أنا بحلها مع حل الكتاب المسائل الخاص بالدليل، الكتاب الخاص بالسنة اللي فاتت. طب اللي عايز يتواصل علشان خاطر ياخد المذكرة الشرح وكتاب الدليل، كتاب الدليل ده فيه مسائل للمنهج كله، طبعا مستوى الأسئلة مستوى عالي، ما هوش متوسط، أعلى سنة من المتوسط. في افكار وفي افكار حلوه جدا. الكتاب ده سعره زي السنه اللي فاتت 125، حله موجود على اليوتيوب ما عدا كام فصل كده، ان شاء الله هكمل حله السنه دي علشان يبقى الكتاب ده موجود معاكم. الاعداد اللي موجوده عندي اللي هي تعتبر باقي من السنه اللي فاتت اعداد قليله جدا. ده بالنسبه للطلبه اللي عايزه تحصل على الكتب دي شحن، بتتواصل معايا على التليجرام على 012-275-33781، هتوصل لها مثلا وهي عايزه مذكره شرح الفصل الاول بس، شرح الفصل الاول بس وكتاب الدليل تدريبات على المنهج كله، تتواصل معايا ونشوف هتوصل لها الكتب ازاي. تعالوا نشوف السؤال وهنتعامل معاه ازاي. تعالوا نشوف المثال دون. بيقولك في أنبوبة تفريغ كهربي لغاز الهيدروجين يسري 3 × 10^18 إلكترون. أول حاجة خط تحت كلمة أنبوبة تفريغ كهربي، لأن المسألة دي كده هتكون حالة خاصة. حالة خاصة ليه؟ لأن لو كان مواصل زي النحاس مثلا، فكان اللي هينتقل التيار الكهربي عن طريق حركة الإلكترونات بس، لكن في أنبوبة التفريغ الكهربي الموضوع هيختلف. وأديك شايف معاك 3 × 10^18 إلكترون، يعني دي عدد الشحنات السالبة اللي موجودة في الأنبوبة وبتتحرك كل ثانية من اليسار إلى اليمين، ودي محدد أهو الإلكترونات اللي باللون الأحمر بتتحرك من اليسار إلى اليمين. وعندك نوع تاني من الشحنة، يعني مش الانتقال هنا عن طريق حركة، أو مش التيار هنا عن طريق حركة الإلكترون وخلصنا، لا ده كمان في بروتونات جوه الأنبوبة حركتها هينشأ عنها تيار، فأنت عندك بدل الخير خيرين، بدل التيار تيارين، تيار هينشأ نتيجة حركة الإلكترونات واتجاهه من اليسار لليمين، وفي كمان تيار هينشأ عن العدد ده من البروتونات واتجاهه العكس من اليمين إلى اليسار خلال مقطع معين. فشدة التيار خلال المقطع هتساوي إيه؟ طبعا أنت ممكن تحتار، يا ترى أجيب له التيار الناشئ عن حركة الإلكترون ولا أجيب له التيار الناشئ عن حركة البروتون؟ هجيب المحصلة. المحصلة دي يعني قصدك أجمع؟ لا، مين قال إن المحصلة يعني جمع؟ إحنا نشوف الاتجاهات وبناء عليه، لو الاتجاهات الشحنات دي في اتجاه واحد هنجمع، ولو في اتجاهات مختلفة هنطرح. طيب وأنهي اتجاه يعني هسترشد بيه؟ الاتجاه الاصطلاحي. إيه هو الاتجاه الاصطلاحي؟ اللي هو حركة الشحنات الموجبة. وبالتالي أنا هعمل إيه؟ هعمل الأنبوبة زي ما هي مرسومة بالظبط كده، وهقول أنا عندي عدد من البروتونات رايح جهة اليسار، العدد ده من البروتونات 2 × 10^18 كده، دي شحنة موجبة والاتجاه الاصطلاحي راعي لاتجاه الشحنات الموجبة، فبالتالي دي تمام. أما الإلكترون ده، الإلكترون اللي رايح ناحية اليسار، هو أنا همشي تبع اتجاه الإلكترونات ولا تبع الشحنة الموجبة؟ احنا اتفقنا في اول فيديو ان احنا هنمشي مع الاتجاه الاصطلاحي ورا الشحنات الموجبة، فالالكترون هنعتذر له ونقول له احنا مش هنمشي وراك. فيا الكترون انت عددك كام؟ 3 × 10^18 لو بيتحركوا جهة اليمين، يبقى ده معناه ان الشحنة الموجبة
3 في 10 اس 18 بتتحرك جهه اليسار. انا عملت ايه؟ انا رحت ناحيه البروتونات اتمنها بالموجب، سبتها زي ما هي مرسومه في الانبوبه ورايحه ناحيه اليسار زي ما هي. اما انا عدلت اتجاه الالكترون، لان لو سبته يبقى انبوبه واحده ماشيه فيها مع اتجاهين، ماشيه مع الاتجاه الاصطلاحي وفي نفس الوقت مع الاتجاه الالكتروني، الكلام ده مش هينفع. ادام همشي على حسب الاتجاه الاصطلاحي يبقى الاتجاه الاصطلاحي يمشي على الكل، البروتون ماشي تمام التمام وده الاتجاه مع الاصطلاحي، ده لان البروتون موجب. اما الالكترون عارفه عشان هو شحنته سالبه ماشي ده اتجاه الكتروني، دي كده الشحنه السالبه ماشيه الناحيه دي، بس انا مش عايزاها، انا عايز امشي ورا الشحنه الموجبه، يبقى ساعتها اعكس الاتجاه ويبقى كده عرفت الموجب ماشي ازاي. الموجب 3 في 10 اس 18 لو اتعاملت معاها على انها شحنه موجبه هغير اتجاهها وليس قيمتها، يعني هدناها 3 في 10 اس 18 لكن هعتبرها بتتحرك جهه اليسار. طب افرض المساله كانوا الاثنين بيتحركوا جهه اليسار، كنت خدت البروتون زي ما هو بيتحرك جهه اليسار لكن كنت عدلت الالكترون، قلت له تعالى انت رايح ناحيه اليسار، لا انا مش عايز امشي وراك، انا عايز امشي ورا الشحنه الموجبه، فهسيب العدد زي ما هو ولكن هقول ان انت في الحاله الاخيره دي هتكون رايح جهه المخالفه كشحنه موجبه كشحنه موجبه. تمام، يبقى انا دلوقتي هرجع المساله الاصليه واقول ادي البروتونات اتجاهاتها اتجاهها زي ما هو ولكن عملت تعديل في المساله. هل انا غيرت عدد الالكترونات التي تسري؟ لا، سبتها 3 في 10 اس 18. امال ايه التعديل اللي انا عملته؟ كل اللي انا عملته تخيلت الموجب هيكون ماشي ازاي. طب وانا قدرت اتخيل بناء عن ايه؟ شفت الالكترون السالب ماشي ازاي، فلقيته ماشي جهه اليمين، يبقى خلاص يبقى الموجب بتاعه ماشي جهه اليسار، فحذفته وهكتب اهو شحنه موجبه ودي كمان شحنه موجبه. يبقى هنا عندي التيار اللي هينشا من ده رايح جهه اليسار، والتيار اللي هينشا من ده رايح جهه اليسار، فبالتالي ادام الاتجاهات واحده يبقى هجمعهم واقول ان الاي توتال عباره عن اي واحد زائد اي اتنين، والاي شدة التيار الكهربي عبارة عن الكيو على التي، فأنا هقول الكيو اللي هي الكيو واحد على التي زائد الكيو اتنين على التي. كيو واحد عبارة عن ان في اي، انت الان بكام؟ 2 في 10 اس 18، وشحنة الالكترون 1.6 من 10 في 10 اس سالب 19 على الزمن 1 ثانية، زائد الكيو 2 عبارة عن ان في الحالة الثانية اللي هي 3 في 10 اس 18 في شحنة الالكترون هي 1.6 من 10 في 10 اس سالب 19 على الزمن اللي هو 1 ثانية، يبقى كأن مفيش مقام. هناخد ال 1.6 من 10 في 10 اس سالب 19 عامل مشترك، يبقى لك ايه؟ 2 في 10 اس 18 وادي الزائد، وهنا 3 في 10 اس 18 هيبقى 2 و3 5، نكتب دي الاول 1.6 من 10 في 10 اس سالب 19 في 2 و3 5 في 10 اس 18. تمام، طيب ادي هنضرب القيم دي ببعضها هيطلع معاك الناتج 8 من 10 والاتجاه كله ناحيه اليسار، يبقى 8 من 10 من اليمين الى اليسار، فيبقى الاختيار الف. يا ريت لو طريقه الشرح التفصيليه دي وصلتكم الفهم تكتبوا لي في التعليقات، ولو في حاجه كمان في الشرح في الفيديو الاولاني مش واضحه يا ريت برضو تقولوا لي، وان شاء الله نستغل الوقت اللي احنا فاضيين في دول في الرد على الاسئله قبل ما ننشغل.